حقيقة أولاً بما يخص التقرير، أشار زميلي سعادة نائب محمود البحراني إلى عدم توزيعه إلى جهات معنية وبالذات وذكر الصحافة. أنا أعتقد أن الصحافة وكما يقال دائماً هي السلطة الرابعة، لا يجوز يعني حقيقة أن احنا نرسل لهم موجز عن تقرير بهذا الحجم وكان من يوجههم أن يكتبوا في هذا المجال فقط. هم ضمير الناس، هم عين الناس علينا على السلطتين، فأنا أعتقد من واجبنا أن نعطيهم التقرير كاملاً من دون أي تحفظات عليه.